شو هي التغييرات يلي عم يحكي عنها الفلك اللي مواليد السرطان بالأسبوع الثالث من شهر آب أوغست 2022؟ يا عزيزي بدك تتأقلم مع المستجدات وتتقبل بعض التغييرات ببداية هالأسبوع، بأول 3 أيام من هالأسبوع، يعني بين الاثنين 15 والأربعة 17، لأنه هالفترة معاكسة قليلا. لازم تعرف هالشي. شو لازم تعمل؟ لازم تغيب عن الساحة إذا استطعت. أوقات الغياب بينفع أكثر من الحضور، رح تعالج بعض المواضيع بطريقة كتير موضوعية وكتير جدية بين الأربعاء 17 والخميس 18. يمكن تتحقق أنت من وضع شخصي وتتلقى أخبار مهمة جدا على هالصعيد، بتبين عن واقعية كبيرة وبتدير شؤونك بنجاح. رح تكتر النشاطات الاجتماعية والفكرية والثقافية عزيز السرطان بين السبت 20 والتنين 22، يعني بأواخر الأسبوع، لكن يخشى من ضياع أو من بلبلة وسوء تقدير للأوضاع، فكون متحسب جدا بهالأسبوع بالإجمال، وكون جدي بمعالجتك بعض الأمور بدون تطرق إلى أشياء جديدة يمكن تخلق لك بعض الخلافات.